السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما إلهام شانيل. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة ديال اليوم غتكون وصفة مختصة بالشفايف، ودائما حنا السيدات كنطمحوا بالشفايف يكونوا غزالي لونهم أحمر أو لغوز. فجيسبر هاد الوصفة ديال اليوم تنال إعجاب العديد العديد من السيدات إن شاء الله. الوصفة ديال اليوم غتكون وصفة طبيعية، يعني ما كتحتويش على أي مكون كيماوي، ما غتخافوا منها ما والو، صحيه على الشفايف ديالكم. فنتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. الوصفه ديال اليوم غتكون بربعه ديال المكونات اساسيه، وان شاء الله غنقدم لكم عده وصفات مختصه بهذه المواضيع ديال هذا الموضوع هذا، ولا مواضيع اخرى اللي ان شاء الله غنطرق ليها من هنا للمستقبل. بالنسبه للمكونات غتحتاجوا القرفه، ايضا فازلين، خذوا اي فازلين بغيتو، يعني سواء يكون الثمن ديالها غالي او رخيص. ايضا ممكن تاخذوها من لي فارماسي ولي بارا فارماسي، وايضا من المحلات التجاريه سواء الصغرى او الكبرى منها. فدائما الاختيار كيبقى لكم، الانسب والاخير والاول. بالنسبه للزيوت اللي غتحتاجوا، غتحتاجوا زيت الورد. زيت الورد البنات من اروع الزيوت اللي كيعجبوني صراحه، وها هما المزايا ديال زيت الورد البنات، حاولوا تعملوا بوز وتقراوهم الا بغيتوا. دونك من اروع من اروع من اروع الزيوت لترطيب الشفايف، من اروع الزيوت اللي كيعطي واحد الريحه غزاله حتى للجسم حتى للوجه. فكنصحكم انكم تستعملوا زيت الورد في هذه الوصفه. الا ما كانش متوفر عندكم ممكن تستعملوا ماء ورد في هذه الوصفه هذه، حتى هو غزال. وزيت الورد البنات غزال 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 بزاف للشفايف، كيعطيهم واحد الريحه غزاله واحد الترطيب عميق. فكنصحكم انكم تاخذوه، يكون بيو 100% ويكون يعني صحي 100%. تاني زيت غتحتاجوا ليه اللي هو زيت الليمون، هذا ديال غاسين فيتا، الثمن ديالو البنات كيدير 43 درهم. انا غنزومي ليكم، دونك فوالا كيدير 43 درهم بالنسبه للثمن ديالو. غادي تلقاوه في لي فارماسي، وايضا في لي فارماسي الثمن ديالو رخيص كيف ما قلت لكم، وغتلقاوه متوفر حتى في المحلات التجاريه الكبرى الا بغيتو تاخذوه. وكيف ما قلت لكم زيت الليمون من اروع الزيوت، لانه كيحتوي على فيتامين او وسي وبزاف المواد اخرى اللي غتخلي الشفايف ديالكم غزاله بزاف. دونك فوالا، وهنا كيف ما قلت لكم عندي القرفه وعندي الفازلين، اللي ديجا عملت ملعقه فازلين في الاناء ديالي. دابا غناخذ القرفه اللي كتجي على هذا الشكل هذا، وغنوضعها في الاناء ديالي. ومن بعد غادي ناخذ زيت الليمون الاساسي اللي ممكن تلقاو حتى في المحلات التجاريه الكبرى او الصغرى، اللي كيحتوي على فيتامين او فيتامين سي وبزاف الفوائد اللي غادي تخلي لكم الشفايف ديالكم غزالين، خصوصا الا كانوا شفايف كيتقشروا وشفايف اللي هما مشققين. فكنصحكم انكم تستعملوا زيت الليمون ضروري في هذه الوصفه، ما يمكنش لكم عفوا يعني تعوضوه باي زيت اخر. ايضا غتوضعوا زيت الورد اللي كيجي على هذا الشكل هذا، حتى هو غزال وكيعطي واحد الريحه فن للشفايف. ممكن تعملوا حتى زيت الزيتون الطبيعي، حتى هو غزال بزاف للشفايف. دابا غادي نخلط جميع المكونات، ومن بعد ان شاء الله ارجع لكم فوق معايا. وبعد ما خلطت جميع المكونات ايضا جميع العناصر، صبح عندي الشكل النهائي ديال العجينه ديالي على هذا الشكل هذا. نتوما غتعملوه في علبه، هذا الخليط ممكن الاحتفاظ به المده ديال شهر او اكثر. دونك ممكن يعني تعملوه في علبه وتخبيوه في اي بلاصه بغيتو، كيبقى لكم لواحد المده طويله، ومني كيسالي كتعاودوا تعملوه ثاني. الوصفه غزاله البنات، كتعطي واحد الترطيب عميق 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 للشفايف، كتخليهم ورديين وحمرين وغزالين. وان شاء الله نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، لانه ما فيهاش اي مكون كيماوي اللي غيضر بالشفايف ديالكم او لتكون عندكم حساسيه منه. كيف ما شفتوا عمل زيت الليمون اللي كيحتوي على فيتامين او فيتامين سي ومواد اخرى اللي من شانها انها تخلي لكم الشفايف ديالكم غزالين وورديين. ايضا زيت الورد اللي كيعطي واحد الريحه فنه سواء للجسم او للشفايف او للوجه او لكامل الجسم ديالنا بصفه عامه. ايضا القرفه اللي حتى هي غزاله وكتعطي واحد الريحه فنه للشفايف. فكنصحكم انكم تستعملوه يعني في بواطه او في علبه وتخبيوه وتعملوه كل ليله او لكل مرتين في اليوم. وانتم اكيد الاختيار كيبقى لكم، الانسب والاول والاخير كيف ما تنقول دائما، يعني الوقت اللي بغيتوه ممكن تستعملوا هذه الوصفه هذه. وكيف ما كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو، ممكن انها تداوموا عليها وانها تديكم مده طويله وتعودوها ثاني. الوصفه سهله وبسيطه وماله، كتخلي الشفايف ورديين حمر، فيهم واحد البريق، فيهم واحد اللمعان اللي غزال بزاف، خصوصا الشفايف اللي كيكونوا مقشرين باهتين، يعني فيهم بزاف المشاكل. فكنصحكم بهذه الوصفه هذه اللي سهله بسيطه ومجربه ومضمونه بمكونات بسيطه ورائعه
للغاية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنسوش البنات تعملوا لايك، اشتركوا في القناة، ايضا ضغطوا على زر الجرس، ايضا تابعوني على موقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، كما تتابعوني في انستغرام سناب شات وفي لاباج اوفيسيال فيسبوك. وكنرحب بتعليقاتكم الغزالين، فشكرا لكم على تعليقاتكم اللي كيوصلوني، كنحماق عليكم، وشكرا لكم على حسن المتابعة، والى اللقاء.